يا مساء الفل عليكم، معك عمر حسين مرة تانية. والنهاردة عايز أرد على واحد من الأسئلة الشائعة اللي هي لو عايز أشتري جيتار أشتري إيه؟ طبعا قبل أي حاجة احنا عندنا نوعين من الجيتارات، عندنا النوع اللي هو المعدن اللي زي ده كده، تمام، وعندنا اللي هو النايلون اللي هو زي ده كده اللي بيكون صوته الله الله اللي هو زي ده، تمام. طبعا هتيجي تسألني انت لو هشتري اشتري ايه. قبل ما اقولك تشتري ايه، انت عندك حاجة في البيت الاول ولا لا؟ يعني لو عندك جالك جيتار هدية، هل محتاج انك تروح تشتري واحد تاني؟ هقولك اكيد لا. انت لو وقع تحت ايدك ده وربنا يعني كان يعني كتبها عليك، يعني هو شوية صعب، لكن صعب على الصوابع. يعني انا لو حطيت ايدي دلوقتي كده بس، بص ايدي عامل ازاي، يعني هي تحس شفرات يعني، لكن هي في البدايه بس. انت لو خدت على ده في البدايه ومسكت على نفسك كده، هم 3 4 ايام هتلاقي ايدك دي خلاص، الجلد هنا خلاص، انت بالنسبه لك مش حاسس بحاجه. بس الميزه انك انت يوم ما هتيجي تستخدم ده بالنسبه لك هيكون ميه بعد كده لو ايدك خدت على ده. طبعا ده معروف اكتر او متخصص اكتر اللي هو الاكوستيك في الاغاني الغربي، اكتر حاجة بتدي الميلوديز الغربي، اكتر حاجة جميل جدا في لعب السولو. التاني اسهل بكتير، بيخدم اغاني عربي كتير جدا، بيخدم اغاني اللي هي النوعية الاغاني الاسبانيش، ده برضو بيستخدم برضو في الاغاني اللاتين اكتر حاجة، زي مثلا ديسباسيتو والحاجات دي، تلاقي دايما الصوت اللي هو النغمات دي كده شوية اللي هو صوتها الحلوة، كواليتي بتاع صوت الجيتار الاكوستيك المعدن حلو قوي على فكرة. هروح اشتري جيتار، انا رايح اشتري جيتار، هتروح تدور على حاجة، لازم تدور على حاجة يكون كواليتي بتاعتها كويسة، عشان حرام انا ممكن اسيب مثلا جيتار مثلا اتكلم بالعملة المصرية، اسيب جيتار مثلا ب 2000 جنيه واخد جيتار مثلا ب 500 جنيه، بس الجيتار ب 500 جنيه ده انا رميتهم في الارض، والجيتار ابو 2000 جنيه ده ممكن يعيش معايا. يعني انا معايا مثلا ياماها ده بس ده مش للبيجينرز، ده سي 70 للناس اللي كانت بتسألني على انواع جيتاراتي، ده سي 70 ياماها. مثلا ده اول كاتيجوري في اللي هو البروفيشنال، يعني ده اللي انا معلومه اللي انا اعرفها. يعني في اللي هو التاني اللي عملت بيه اول فيديو ده كان اللي هو سي 40 ياماها سي 40، ده للبيجنرز رسمي يعني. بس انت يوم ما هتروح تشتري الجيتار هتروح تدور طبعا على النايلون العادي جدا، تمام، هتدور على براند كويسه. في ناس كتيره عرفتني على اسماء على فكره انا ما استخدمتهاش، زي فيتنس، وفي مفيش اسماء حاضره دلوقتي في بالي، بس يعني مثلا اسم كتير قوي اتكرر فيتنس ده، بس انا عن نفسي بحب جدا ياماها واستخدامه، نوع الخشب حلو قوي، الكواليتي حلو، وسعره مش 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 صعب، يعني اللي هو اقدر امسك على نفسي شويه بدل ما احط حرام 1000 ولا 1500 ولا اقل في جيتار مش هيعيش معايا، او ماركه مش قويه قوي. فياماها موثوق فيه قوي وحلو عامه، ويا ريتني كنت بعمل اعلان يعني، بس للاسف يعني. انت لو هتروح تشتري الجيتار، الراجل اللي واقف قدامك ده تشوفه اذا كان هو مجرد سيلز او بياع يعني، ولا واحد فاهم موسيقى. لو واحد فاهم موسيقى قول له انا والله مبتدئ وعايز اخد الجيتار كويس يعيش معايا وكده، هينصحك وقول له مثلا البادجت بتاعتي قد كذا، ولو البادجت دي مش هتجيب لي حاجه كويسه يعني خليه بعده ضمير كده، احنا يعني انتوا فاهمين يعني، مش هترموا فلوسكم في الارض، فهتقعدوا تتكلموا لغايه ما توصلوا النتيجه الافضل يعني. في حاجات احسن من ياماها على فكره، مش شرط ياماها يعني، في انواع كتيره طبعا، ومن مثلا نوع زي ده كده اللي هو النايلون في كتير انواع غاليه كمان جدا، بتعتمد اللي هي بتاعت الحاجات، مثلا في حاجات الفلامينكو، في حاجات اللي هي الاسبانيش العادي، يعني في انواع كتيره واشكال مختلفه كتير. انتوا دوروا على الحاجه اللي هي للمبتدئين زي ياماها سي 40، وفي انواع كتيره جدا للمبتدئين، في اكوستيك كمان معدن للمبتدئين، بس انتوا خليكم في اللي احنا زي ما احنا قلنا كده في النايلون. طبعا حاول برضو على قد ما تقدر انك تاخد شوية اكسسوارز زي الباج بتاعت الشنطة بتاعت الجيتار، حاول عشان وانت بتتحرك طبعا دي لازم، حاول تاخد اللي هي الهولدر، ضروري جدا برضو على فكرة الهولدر، تمام. انا ما بنصحش بالجهاز بتاع اللي هو التيونينج بتاع الجيتار، يعني مثلا الجيتار ده عندي فيه تيونينج اصلا، فيه تيونر سوري هنا موجود فيه، ما بستخدموش على فكرة.
بطاريته خلصت كمان بستخدموش خالص، وبستخدم الابليكيشن عادي جدا وبشوف النغمة وبعدل على الابليكيشن اللي انا حكيت عليه. واللي بيشوف فيديو ده لاول مره، اللي هي الابلكيشن بتنزله من على الاب ستور او من على البلاي ستور لو اندرويد، وبيقيس لك هو انت بتشوف، بتدوس مثلا على اول وتر اللي هو الاي ده مثلا، يجي لك عندك في المؤشر يبين لك اذا كان صح ولا غلط، وبتبتدي تشد وترخي على حسب. فدي يعني سهله، العمليه دي سهله جدا. اتمنى يكون الاجابه دي واضحه. يعني بحاولت على قد ما اقدر اجمع الاسئله اللي حوالين الشراء. يعني ما بلاش تشتري حاجه يوزد، يعني انا بتكلم طبعا يعني كل واحد طبعا يعني على حسب البادجت بتاعته. بس وعلى فكره في ناس، والله العظيم في ناس اتمرنت معايا باربع اوتار، ويعني يعني في هو غلط، بس في ناس بتحاول، واللي عايز يوصل لحاجه هيعملها، اللي عايز يحوش لتمن حاجه وبيحبها هيعمل كده. ربنا يكرمنا جميعا، ربنا يوسعها علينا دايما يا رب. اتمنى يكون الفيديو ده كمان شرح، يعني وضح فكرة ان انا ازاي اشتري الجيتار بتاعي. و تنسوش بقى انتوا سبسكرايب ولايك والحاجات دي كده، عشان بس يوصل لكم الجديد، يعني مش اكتر ولا اقل، مش عشان فلوس ولا حاجة يعني. ها، يلا سلام.